للمتاحف دور لا يقدر بثمن في الحفاظ على التراث والتاريخ، ولكنها تتجاوز ذلك لتكون مؤسسات تعليمية ديناميكية تشهد على وجود ثقافات ومعتقدات متعددة وتدعم التنوع. وفي شهر أيار الحالي يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف، وتحت شعار متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي، أقامت وزارة الثقافة والآثار احتفالية بهذه المناسبة. اليوم هنالك احتفالية متعددة الفعاليات في الهيئة العامة للآثار والتراث والمتحف العراقي. الحقيقة المتاحف مهم أن نحتفل بها سنويا، ذلك لأنها هي تحتوي ذاكرة التاريخ العراقي والموروث الثقافي العراقي، والعراق أعتقد يحتل أولوية وأهمية كبرى في هذا المجال، وذلك لثراء حضارته وموروثه الثقافي. وهيئة الآثار الحقيقة بصدد تطوير عملها، وهنالك توجيهات من دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شاع السوداني بإنشاء متحف عراقي كبير. المتحف العراقي حقيقة يستقبل الكثير من الدارسين، كثير من الباحثين حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، حقيقة لتكون له مواضيع دراسة القطع الأثرية الموجودة في المتحف العراقي ومخازن المتحف العراقي. الدور المحوري للمتاحف هو توفير تجربة تعليمية شاملة، هذا الشعار يدفع نحو عالم أكثر وعيا واستدامة وشمولا، حيث تعد المتاحف مستودعات للمعرفة والعلوم والفنون. في اليوم العالمي للمتاحف لا يسعنا إلا أن نعبر عن فرحتنا بكل تأكيد، فالمتاحف عالم يعني كامل متكامل، أنت تجمع يعني لغة أثرية وتاريخ كامل ضمن جدران معينة، فأنت كأنك تعرف العالم بهذه الآثار دون أن يذهبوا إلى المواقع التي في بعض الأحيان تكون من الصعوبة، تشكل صعوبة بالنسبة لهم يعني للوصول إليها. المتاحف ليست مجرد دور تعرض وتحفظ فيها الآثار القديمة والتحف النادرة وروائع اللوحات الفنية، فمهمتها الرئيسية تتعدى الحفاظ على التراث وحمايته لتطلع بدور محوري في النهوض بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني. دي برنامج صباح الخير يا عراق، شيماء العبيدي، قناة العراقية.